بأمسية 12 إلى 13 من أفريل تلقت فرقة الإقليمية لدارة بوسماعيل مكالمة هاتفية تفيد وقوع شجار عنيف ما بين المنحرفين والمجرمين على مستوى حي 90 مسكن بوسماعيل، أثار الرعب على الساكنة مما أدى إلى تشكيل دورية بحضور فصيلة ثالثة للأمن والتدخل بالقليعة، أين تم توقيف 6 أشخاص من بينهم مسبوقين تتراوح أعمارهم بين 25 سنة و 54 سنة، مع تواجد بعض المنحرفين من بينهم 3 أشخاص متواجدين في حالة فرار. اليوم بتاريخ اليوم 16 أفريل 2020 تم تقديم هؤلاء على المحاكمة بموجب إجراءات المثول الفوري بعدة تهم.